زار أردوغان سارع أردوغان بزيارة الجزائر وكانت حوالي أقل من شهر ونصف من تنصيب رئيس الجمهورية وكان يوم 26 جانفي 2020 قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة الجزائر هناك حدث ما يشبه الإجماع أنه أكد أردوغان والرئيس تبون على الاتفاق التام حول الأزمة في ليبيا معناها أن الجزائر أو ذكروا بأن ذلك في إطار ما تمخض عنه مؤتمر برلين معناها عدم التدخل العسكري لكن تركيا تدخلت عسكريا في ليبيا وصار الامر معلن وصارت الان ان وزير الخارجيه التركي هو الذي يتحدث كانه وصي على المشهد الليبي او وصي على ليبيا على كل حال مشكلة ليبيا كما قلنا هي التدخلات الإقليمية والخارجية والدولية في هذا المشهد، وهو الذي عفن الوضع، فالدولة غنية بثرواتها وهي محل أطماع ولذلك الصراعات ستبقى تتصاعد وتبحث، تركيا أصلا تدخلت في المشهد الليبي لعدة أسباب جيو- إستراتيجية أصلا، أولا أولا دعم حكومة السراج التي تندرج ضمن مشروع مدعوم تركيا تتمثل في إسقاط الحكومات والأنظمة وتنصيب حكومات أخرى موالية لأنقرة أنقرة ضمن إطار آر ما سمي الربيع العربي وهو مدعوم تركيا والأمر معلن ومدعوم أيضا قطريا بالمال القطري والإعلام القطري الأمر الآخر انها لديها حسابات جيوسياسيه مع عده اطراف مع اليونان مع قبرص وقضايا النفط في البحر الابيض المتوسط وقضايا كثير اقتصاديتهم تركيا فوضع يد تركيا على ليبيا وثرواتها امر مهم لاقتصادها خاصه ان ليبيا ان تركيا أوريكا تطمح وتعمل من أجل أن تكون قوة في المنطقة وتكون قوة في العالم الإسلامي وأيضا تنافس عدة دول على ريادة العالم الإسلامي وقيادته وبذلك تعمل على إبعاد المملكة العربية السعودية من هذا الدور أو تحالفت تركيا مع إيران وتحالفت مع روسيا في المشهد السوري رغم أن إيران تتواجد بميليشيات في سوريا وروسيا تتواجد, فيما تحت تتواجد عسكريا في روسيا في عفوا في سوريا واعتقد بان كل ذلك يندرج ضمن مخطط استراتيجي تركي ليتعلق ليس بعوده تركيا الى حضن العالم الاسلامي كما كان كنا نتوهم او كما الكثيرون بل ان القضيه تتعلق بمشروع تركي 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 في المنطقه وليس هذا موضوعنا ربما سنتحدث عنه مستقبلا